تماما وش ينتظرني؟ جهنم من هناك، جهنم من هناك، لكن الشعب الجزائري استحق ان نمشي جهنم من هناك. جهنم من هناك، لكن الشعب الجزائري يستحق أن نمشي جهنم. اليوم 15 أفريل من عام 99 900 1000، حالة الجو معتدلة، المكان الجزائر، الحدث الانتخابات الرئاسية، المرشحون عبد العزيز بوتفليقة، أحمد طالب إبراهيمي، عبد الله جاب الله، حسين آيت أحمد، ولود حمروش، مقداد سيفي، ويوسف خطيب. الناخبون الجزائريون متوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار رجل جديد يقود الدولة أخيراً إلى بر الأمان. يسيرون بخطى تعبر عن خوفهم من العودة إلى النفق المظلم، طامحين إلى اختيار رئيس يوقف نزيف الدم بين الجزائريين. لما جاءت الانتخابات الرئاسية في 99، السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جعل من المصالحة الوطنية والوئام المدني كعنوان رئيسي لحملته الانتخابية، وقطع على نفسه عهدا مع الشعب أن يقوم بمصالحة وطنية. لكن هذه المصالحة يعني لا تأتي بين عشية وضحاها. حتى مؤطري ومنظمي الانتخابات وجوههم كانت تتحدث بدنا عن ألسنتهم تتمنى الرجل المنتظر. ساعات طويلة تمر سنوات على ملايين الجزائريين إلى أن أعلن عنه الربان الجديد الذي عليه أن يصلح السفينة قبل الإبحار بها. يعني في الجرح عميق، البلاد يعني كما تفضلتم وقلتم أنها كانت في يعني سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، يعني مؤسسات الدولة تقريب كلها يعني منهارة. إذن هذا جاء عن طريق جرعات، الجرعة الأولى كما قلنا قانون الرحمة، الجرعة الثانية الوئام المدني، وفي الأخير جاء قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي جاء بخيراته على الجزائر. الآن أيها الشعب الكريم، عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الجديد الذي اختاره الشعب، رجل دعكته الأيام حتى سقالته كما يجب، تاريخ سياسي ودبلوماسي حافل، لكن المهم هذه المرة أكبر. الشعب الجزائري ومصالح الشعب الجزائري وعزة الشعب الجزائري. 10 سنوات من اللا استقرار السياسي، اقتصاد هش، ومجتمع تشتتت قيمه بفعل أفكار هدامة وهاجس المستقبل المجهول. لأنه بوتفليقة ما قام به عمل عظيم جدا، أخرجنا من بؤر الفتن إلى بؤر السلام. اليوم كنا نعيش واحد المرحلة وين عرب أخلص نهار ندخلوا للديار، يعني حتى الرجال بقوتهم وبقدرتهم أصبحوا يخافوا مثل أكثر من النساء، لأنه لابد يهرب من الموت. وعود أطلقها الرجل وصدقها الشعب مكافئا إياه بأعلى منصب في هرم السلطة. حماد معه الفتنة وسأحمد على الفتنة. ثانيا سأنعش الاقتصاد الجزائري. ثالثا سأعيد الكرامة للجزائريين. رابعا سأعيد الجزائر مكانتها بين الأمم. فيه ناس هزت سلاح، فيه اقتصاد مشلول، فيه كل البلاوي وقعت على الجزائر. هل الجيش بمهامه الدستورية والمسندة إليه من الدستور أن يبقى مكتوف الأيدي ويتفرج على الوضع إلى أين يؤول؟ الجيش
في مهامه الدستورية هو الحفاظ على استقلال البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية آنذاك كانت مهددة بالانقسام، فيه ناس تموت، فيه مصانع تحرق، فيه ممتلكات، فيه أعراض تنتهك. مهمة اعتبرها تكليفا محفوفا بالمخاطر، رافعا بذلك التحدي، وأصهر على استمرارية الدولة. أولى ورشات الرجل بعد تأديته لليمين الدستورية بدأت من فكرة الوئام المدني الذي كان تحديا كبيرا لما تحمله من أهداف ترمي إلى حقن الدماء أولا واسترداد الأمن الداخلي الذي تدهور بشكل رهيب خلال تسعينيات القرن الماضي التي ميزتها أبشع صور العنف من اعتداءات إلى إجرام وتقتيل على يد جماعات إرهابية متطرفة تدعي الجهاد باسم الإسلام موظفة الدين بذلك شعارات الخادعة لاستمالة شباب ذهب ضحية وعود باهتة. استطاع بوتفليقة بحنكته وخبرته أن يخرج الجزائر من الظلامية إلى النور، الأمن والاستقرار، من ظلامية الاعتقاد أنه من يقتل الجزائر لما يقتل الجزائر أخوه أنه يدخل الجنة يتقرب إليه لربي. خرجوا من ظلامية من العبودية هذه التي تشبه صكوك الغفران، خرجوا إلى بحر الأمان. الرجل القوي جند المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة على جميع الأصعدة، لقي دعما مطلقا من الشعب بعد أن كسب الموافقة بنعم كاسح بنسبة 97% لصالح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خلال استفتاء 29 سبتمبر 2005. نعم، الجيش انطلق ربما من فكرة، هي فكرة إذا قبلنا الإساءة بالإساءة إلى متى تنتهي الإساءة، لأن هادو هما أبناء الجزائر غرر بهم فعلا ورفعوا السلاح في وجه أبائهم وأمهاتهم وفي وجه المجتمع نتاعهم، وضع عدة طرق للحد من أعمالهم الإرهابية، لكن استعمل في الأخير استعمال القوة هو المنفذ الوحيد، يعني لأي إنسان لا يستجيب للعقل وللقانون وللشرع في الأخير كاين حاجة اسمها استعمال القوة. قانون للصلح والتسامح بين أبناء الوطن الواحد هيئ أرضية عودة من غرر بهم لديارهم وأهاليهم مع ضمان إدماجهم اجتماعيا، وفي المقابل عفو وصفح وتقبل لفتح صفحة جديدة من قبل الضحايا وذويهم. أول يعني عمل لازم يقوم بها بوتفليقة هو استرداد، ماشي فقط يعني ينمي جيوشه، ولكن استرداد ثقة المواطن الجزائري. قام بالاستفتاء وقام يعني بالوئام المدني، وكان ناجح وئام مدني نظن أكثر من 98% أو 99% لينتخب عليه الجزائري، لأنه علاه تبناه المواطن الجزائري أنه هذا المشروع الوئام المدني هو مشروع كل جزائري، هو مشروع بحث عن أمن واستقرار لكل جزائريين. وبهذا مشروع الجزائريين من وراء عبد العزيز بوتفليقة اللي كان يعني في مرحلة أولية. هذه المرحلة يعني يحتاج الرئيس مهما كانت الظروف تاعه ومهما كانت قوته ومهما كانت خبرته، يحتاج إلى الشعب الذي يكون فيه تناغم الوجداني ويدافع عن الوطن واسترداد هيبة الدولة من جديد. بوتفليقة ثلاث نقاط يعني وعد بها، هي إطفاء نار الفتنة وإرجاع الجزائر المحافل الدولية يعني نعيشوها اليوم، وأيضا تنمية عجلة الاقتصاد الوطني. نعم، صالح الوطنية. الرئيس بوتفليقة كان وراء حملة بعث مفاهيم الإسلام السمحاء بعيدا عن أي تطرف لنشر الصور المغالطة للقيم والأخلاق، مفتوحة باتساع مساحة الجزائر وما أدراك من الجزائر. أفراد الجيش ربما هما من دفعوا الأمنية بصفة عامة من دفعوا الثمن أكبر، لكن
برشدهم وملاقاتهم مع النظرة السياسية الراشدة التي تدعو إلى المصالحة احتضنوا هذه الفكرة، ونعلم منهم من أقاموا وعملوا على إرسائها، وبالتالي ساعدوا القيادة السياسية في اتخاذ هذه القرارات وفي وصولها إلى بر الأمان لحفظ دماء الجزائريين، كل الجزائريين. ولكن لو نعود إلى قانون المصالحة الوطنية أنه لم يسمح مثلا لبعض الإرهابيين اللي قاموا بالتفجيرات في أماكن عمومية أو بقتل أو بمجازر جماعية أو في هتك أعراض. وفي الخطوة الثانية من مشروع السلم والمصالحة الوطنية الاستقرار والطمأنينة، كانت قناعة الرجل بأن يرقي مفهوم الوئام المدني إلى رتبة أعلى، اختار لها اسم السلم والمصالحة الوطنية. موضوع الوئام الوطني، بوتفليقة لما جاء يعني بقوة وبقدرة وبمهارات يعني قيادية عالية، وجاء بنفسية أنه يخدم الوطن. جاء يعني في 99 حقيقة كان يوعد الناس، يخرج الناس ويقول لهم أخمد الفتنة ونمي الاقتصاد ونرجع يعني الجزائر إلى محافل دولية. رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة عمد إلى اعتماد برنامج يتمحور حول احترافية أكثر للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، بإدراج برامج تطويرية للطاقات البشرية واللوجستية، مواصلا ملحمته في محاربة فلول الإرهاب، مجسدا بذلك دوره الدستوري. وموعد مع الأمل، وموعد مع السلم، وموعد مع الجزائر المزدهرة، وموعد مع الجزائر الوضاءة. ليس من حقنا أن نضيع هذه الفرصة. إذن هذه المصالحة الوطنية جعلت من الجيش أن يتفرغ كما قلنا إلى مهامه، ويعني يدرب ويتسلح ويتعلم في رياحية، ليس كما كنا في وقت التسعينات. مؤامرة أخرى واجهها الرجل بحنكته المعهودة وبصيرته المشهودة، تمثلت في خدعة ما سمي بالربيع العربي الذي دمر دولا عديدة. ولكن مع هذا لما كان الربيع العربي الذكاء الوجداني والنفسي للجزائري كان يقظ جدا، كان يشوف انه الربيع العربي وين مشى هو يعتبر خراب العربي، وانه الربيع العربي هو من منتوجه من مخابر علميه مخابراتيه، وكان عراب للربيع العربي هو برنارد ليفي، ونلتقي به شحال من مره ونشوف يعني فكره هو تخريب المجتمعات الاسلاميه ثم يعني سب خيرتها. ولكن مع هذا الجزائريين كانوا يقظين جدا، وما زاد قوة الجزائريين هو التناغم بين الرئيس والشعب. يعني هنا جاء رئيس الجمهورية وكان له خطاب للشعب الجزائري، واش تحبوا، واش لازم نديروا، لازم نطوروا، لازم نحافظوا على بلادنا. وبما أن الدولة مسؤولة على سياسة التنمية وتبسيط النظام العام ونشر الأمن في ربوع الوطن، فسأظل حريصا على كل الحرص على تحقيق أهدافنا بالاعتماد على مساهمة المواطنين والارتكاز على المؤسسات الشرعية للدولة وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية. إنني أتوجه إلى كافة المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر، فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلادنا العزيزة وطنا للنماء والعدل والإخاء، مجد الخلود للشهدائين الأبرار. خرج الرئيس مخاطبا شعبه ومحذرا إياه مما يحاك ضده من دسائس، ومرة أخرى فهمه الشعب والجيش معا فواصل مهامه الدستورية حاميا للشعب والوطن.
وأيضا في الدفاع عن الحدود من أي اعتداء إرهابي بعد أن أخذ أبعادا دولية، خاصة بعد تردي الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة. مؤامرة دولية على الوطن العربي، ولسوء الحظ فيه اشتراك وفيه يد يعني ظاهرة وليست خفية من بعض الدول العربية، سواء بالتسليح أو بالتدريب أو بالعمل الاستخباراتي في مساعدة الإرهابيين من أجل القضاء على الجيوش الوطنية والدول الوطنية. كان للمصالحة الوطنية أيضا انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث أنه تزامنت مع انتعاش سوق النفط، مما مكن الجزائر من تحصيل مداخيل تخلصت من خلالها من المديونية التي أثقلت كاهلها لسنوات عديدة. لتبدأ مرحلة إعادة البناء للبنية التحتية للاقتصاد الوطني بإنشاء شركات ومؤسسات ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي. نستطيع أن نقول أن ما حققته المصالحة الوطنية هو شيء عظيم جدا، فبفضل المصالحة الوطنية يعني ربي يقول الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي بمعنى أن يعني النعم اللي أعطاها ربي للإنسان كلها في الأخير حصل عبادته فيها على أساس من الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. احنا الوئام المدني او المصالحة الوطنية السلم والمصالحة الوطنية جابوا لنا الأمن وعدم الخوف، والأمن وعدم الخوف حروا الإنسان الجزائري وحروا المجتمع الجزائري وبدأت طريق التنمية. اجتماعيا تمكنت الدولة إلى حد بعيد من القضاء على مشكل السكن وإنعاش قطاعات أخرى كالثقافة التي عرفت خمولا ولسنوات كثيرة. حقيقة بوتفليقة خلت الدولة غيرها، من الدولة الوحيدة اللي تسلم سكنات، واليوم راكم تشوفها مثلا السكنات راهي تبنى في عهد بوتفليقة، أيضا الجامعات راهي يعني تبنى، وأنا أستاذ جامع وأنا نشوف الحقائق، فيه يعني انتشار الجامعات تقريبا في كل ولاية جامعة، فيه مدارس جديدة، فيه بناء يعني ثانويات جديدة، لأنه اهتمام بالعلم واهتمام بالعقل المواطن الجزائري، اهتمام بالثقافة، أيضا اهتم بالثقافة في المراكز الثقافية وتسييرها، يعني هذه الأشياء جميلة جدا. ولكن لما نشوفوا مثلا الرياضة أيضا فيه يعني في أشياء جميلة حققت في هذا البلد، في أشياء مثلا حققها بوتفليقة ليس مجاملة لنا له، ولكن حققها بعظمة وبافتخار. أما على المستوى الدولي، هذا بوتفليقة يعني قدم الكثير للجزائر، وما قام به في على المستوى الخارجي أيضا نفتخر به. الآن الجزائر له قدره في الخارج، أصبحنا نحسب، أصبحنا مرجعية.
فعودة الجزائر إلى المحافل الدولية بعد نجاح نموذج المصالحة الوطنية جعل منها قدوة لعبت بفضلها دورا محوريا في مكافحة الإرهاب بكل أشكالها، ساهم في نفض الغبار عن صورة الجزائر التي طالما قدمتها سنوات الجمر.